اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا فيها حاجه حلوه. حلقه النهارده هتكون مميزه وجميله، هتكون تصويرها من فندق كاتاراكت الهرم، هيكون معانا فيها فقرات خارجيه، هيكون معانا مهندسه ديكور اروى محسن، هيكون معانا فيها الشيف داريا تعمل لنا وصفات حلوه وجميله. خلوني الاول ارحب بضيفتي المهندسه اروى محسن. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا ساره، وحشتيني. عامله ايه وانتي كمان؟ هنتكلم النهارده بقى عن الجزء اللي احنا ما لحقناش ناخده الحلقه اللي فاتت عشان خاطر الوقت، عن تصميم الحمامات والديزاين بتاعها. تمام. والمطابخ كمان الجزء الخاص بيها. تمام. خليني اقول لك ازاي اعمل حمام منسق وواسع ومريح. بصي، اهم حاجه لازم اراعي الحجم بتاع الادوات اللي بتتحط جوه الحمام. بمعنى ان انا ما ينفعش يبقى عندي الحمام مساحته ضيقه واحط حوض كبير وبانيو كبير او شاور كبير وهكذا، ما ينفعش يكون العكس يبقى عندي المساحه كبيره قوي واحط حاجات صغيره. زي ما هنشوف مثلا معانا اول صوره، هنلاقي ان مثلا الحمام هنا مساحته ضيقه وهو حاطط بانيو وراح حاطط وحده حوض بوحده وتويلت وكلهم جنب بعض متزنقين، ما فيش اي نسبه فراغات. كمان هو علشان الحيطه بتاعه المنور يرعيها او الحيطه الخارجيه عشان يعمل عليها الصرف، حط الحوض تحت الشباك. ما بقاش عندنا بقى لا مرايات ولا عندنا اي حاجه، فالتنسيق نفسه بتاع الحاجه وحجمها ضيع الحمام خالص. دي اول نقطه لازم نراعيها واحنا بنديزاين الحمام. والصوره الثانيه اللي معانا، الصوره الثانيه طبعا في فرق بين ان التويلت بتاعي يكون مفروض عليا في المعماري ان هو يكون مستطيل ولا مربع. فاحنا زي ما هنشوف في الصوره الثانيه هنلاقي ثلاث نماذج حمامات مستطيلة. هنلاقي ان ممكن احط الباب في النص والاقي البانيو يميني والتويلت شمالي والحوض هو اللي في الوش، او الاقي الباب برضو في النص والبانيو يميني والتويلت شمالي بس في وضع عمودي على الحيطة بدل ما كان جنب الحوض، او اعمل الوضع الثالث ان الحوض والتويلت قريبين من بعض والبانيو هو الابعد. دول كلهم حلول مختلفة للحمام المستطيل. طيب نيجي نشوف في الصورة اللي بعدها، ثالث صورة، هنلاقي ان احنا هنا في ثلاث نماذج للحمام المربع. الحمام المربع لازم احله باني احط الشاور او البانيو في كورنر من الكورنرز، وبعدين ابدا احط الحوض على ضلع والتويلت على ضلع، يا اما لو هو مربع بس اكبر شويه اقدر احط الحوض في النص والتويلت على اليمين بس قريب جدا من الحوض وابدا احط الشاور جنبه. طب ما هو انت ساعات بتكوني محكومه باماكن السباكه، يعني لو انت واخده بنقدر نتحكم فيها لو هي لسه في مراحل التشطيب. نقدر الحوض بينفع يتحط في اي مكان ما لهوش علاقه بالحيطه بتاعه المنور او الحيطه بتاعه، عشان يبقى فيه فوقيه مرايه تقدري تحطي بالظبط كده. ولازم كمان هو اللي يبقى اقرب للباب، او لما ادخل الاقي الحوض في اول حاجه قدامي او على يميني. طب والناس اللي بتحط القاعده في وش الباب، ده بقى يعني خطا فادح. ما ينفعش خالص، لازم التويلت دايما يبقى ليه حرم، يعني ما يبقاش اول مفتاح هو اللي في وشي على طول. معانا الصوره بقى اللي بعد كده بتورينا الحمام الكبير المستطيل. مستطيل بس اكبر بكتير، اللي اقدر احط فيه على ضلع الحوض والتويلت واخلي الباب في النص، واقدر اخلي الضلع الثاني فيه بانيو بلس شاور كمان. فاقدر يبقى عندي فيه كل المميزات. والصوره رقم 5 معانا، الصوره رقم 5 نبدا نشوفها معانا. الغساله ازاي نحط؟ بالظبط كده، مهمه بقى جدا ان انا لو هحط الغساله معايا في الحمام اكون عامله لها الدولاب بتاعها اللي لامين فيه، يا اما ثبت الغسيل زي ما نشوف مثلا في الصوره دي بوزيشن رقم 2، هنلاقي ان في يعني في درفه معموله للغسيل، في بعد كده الدرفتين اللي عندي فوق اقدر احط فيهم الشامبوهات، مسحوق الغسيل، حاجات تبقى منظمه شويه. وفي فكره زي رقم 3، هتلاقي ان حطينا السخان جوه الدولاب، فبقينا مداريين شكله هو كمان، وبقى حاجه شكلها كويس فوق الغسالة. تحسي انه بقى ريسبشن مش حمام. ايوه بالظبط، تبقى الدنيا كده شكلها منسق. طيب ازاي بقى اختار السيراميك، يعني اختاره ازاي، تناسق الالوان، اعمل مثلا جواه رسمه، ده بيتم ازاي؟ بصي، نقطه بقى مهمه جدا ان احنا لما بنروح المعارض بتاعه السيراميك بنلاقي نفسنا بننبهر بالالوان الغامقه، بتبقى شكلها حلو جدا في المعرض. بس انا لازم اراعي ان في فرق في المساحه كبير جدا. المعرض اضاءته اقوى بكتير من البيت، في فرق مساحه كبير، فالعرض يعني بتاعه بيبقى حلو الغنقة. فالناس بتعجب جدا بحمام جراي وحمام اسود زي ما نشوف في الصور كده، وبعدين اجي بعد كده اطبقها على الحمام عندي وفاجئ ان ايه ده، ليه الحمام بقى وحش، ليه الحمام بقى صغير قوي. هو بيبقى سوء اختيار، يعني انا كل ما طبقت الالوان الفاتحه بلاقي الدنيا احسن. في كمان الصوره اللي بعدها
بعدها هنلاقي ان ابعد خالص عن السيراميك اللي فيه تكتشر. يعني ايه؟ يعني الحاجات اللي فيها عالي وواطي كتير. ليه بقى؟ بتلم فطريات. بالظبط، بتلم فطريات وبكتيريا. يعني دي الحاجات دي اللي طالعه موضه بقى واشكال حلوه. ما هي بقى دي مشكله، ان هي بعد ما بتتركب بيبان شكلها ان هي فيها بكتيريا وفطريات وبتسود. صعبه في التنظيف جدا، صعبه في التنظيف جدا. السيراميك المط برضو انا عرفت انه فيه. بالظبط، زي ما هنشوف الصوره اللي بعدها مثلا عندنا مثال للسيراميك المط ولونه جراي. فبالرغم بصي من المساحه ان دي صوره من المعرض فكبيره جدا، ومع ذلك هتحسي انها غامقه جدا وقفيله جدا. يعني بلاش السيراميك المط، بتنصحي دايما بلاش السيراميك المط، بلاش السيراميك الغامق، بلاش البلاطات الديكور، بلاش البلاطات الديكور الكتير قوي اللي زي ما المعرض بيحطها. حط بتلاقي حط كتير، بياخد حيطه بحالها يحط فيها بلاطات ديكور، وبلاش اللي فيه تكتشر. طب بننسق البلاطات الديكور دي على اي اساس؟ لازم اكون بحطها يعني يا اما صف بالطول او اتنين بس في الحمام كله، ويكون اكتر مكان ظاهر معايا، مش محتاجه يكون محطوط كتير قوي عشان ما يسحمليش الدنيا. ولو مثلا في ناس بتحط على البانيو، هل ده صح؟ لو ما ده بقى بيبقى زحمه. لا بيبقى زحمه جدا، خصوصا لو الحمام 2 متر ونص في 2 متر ونص مثلا فيما اقل. لكن لو 3 متر في 3 متر فيما اكبر اقدر احط شويه. طيب تاثير الاضاءه على المساحه ده بقى برضو نقطة لازم أراعيها. ليه؟ علشان أنا كل ما الحمام عندي كانت إضاءته ضعيفة هتحسي إنه هو كئيب، مظلم. أولا مش عارفة تشوفي نفسك في المراية كويس، ثانيا الدنيا بتحسيها مقفولة. لكن كل ما حطيت إضاءة صح ومتوزعة بكمية كويسة وإضاءة واضحة سواء بيضة أو ورم، هتلاقي الدنيا عندك يعني مفتحة لك وموسعة الدنيا، تبقى برايت أكتر. بالظبط. هو في جيبسون بورد بيتعمل في الحمامات؟ بس طبعا. هو يعني الجبسون بورد بيبقى نوعه مختلف عن الجبسون بورد بتاع بقيه الشقه. بالظبط كده، بيبقى لونه اخضر، وهو ده بيبقى معروف ان هو ضد الميه والرطوبه ومقاوم للكلام ده. وبيرسم الحمام يعني؟ طبعا. هو طبعا المساحات الصغيره في التويلتس يفضل ان السقف يكون بلين خالص ومتوزع فيه سبوتات تكفي كميه اضاءه كويسه. بس مش اقصد على السقف، اقصد انه ممكن يستخدم كارفف بقى. لا لا خالص، لا طبعا مش هيستحمل، مش هيستحمل. طيب امال الارفف اللي احنا بنشوفها مثلا معموله في الفنادق في الرساسات دي ممكن نشوف لها صوره. هنلاقي ان الرساسات دي بتبقى حلوه جدا، دي بتتعمل يا اما بالمباني يا اما بالرخام، لكن ما ينفعش اعملها بالجبسون بورد خالص. دي بتبقى لطيفه بقى عشان تنسقي عليها الشامبوهات والشاور جيل والحاجات دي. حمام الضيوف ليه فكر مختلف عن الحمام اللي هو الطبيعي بقى اللي بيكون فيه؟ اكيد يعني هو لو مساحه الشقه تسمح لازم بروح عامله باودر روم الاول، وبعد كده ابدا ادخل منها للتويلت. الحمامات الضيوف هي بتبقى مش محتاجين فيها اكتر من التويلت والحوض، فبالتالي دول بيسمح لي ان هو طالما ما فيش شاور ولا بانيو ولا كل الكلام ده، يسمح لي بقى ان انا احط وول بيبر، اقدر اعمل دهانات. وول بيبر يعني وول بيبر؟ وول بيبر. بالظبط كده، زي ما نشوف الصور هنا مثال للتويلت بتاع الضيوف. ويسمح لي ان انا احط اضاءات اكتر، اعمل دهانات اكتر، بحيث ان هو يعني ما بيبقاش. يعني ايه باودر روم؟ بصي باودر روم ده بيبقى مكان كده قبل دخله الحمام بتاع الضيوف، زي اللي بيكون في الكافيهات وفي الفنادق. بالظبط، تلاقي مرايه كبيره وحوض. بالظبط، وبعد كده تدخلي منها على الحمامات. برافو عليكي، ده اقدر اعمله حوض واحد كده. معانا الصوره. بالظبط، نشوف الصوره هنلاقي ان احنا اقدر اعمله يا اما حوض واحد يا اما لو المساحه عندي اكبر اقدر احط حوضين. ده بيبقى في مساحات الشقق الكبيره لو متوفر عندي المساحه بقدر اعمل باودر روم. دي بتبقى مهمه جدا لو انا عندي كميه من الضيوف، ففي حد في التويليت جوه ممكن حد يستخدم الاحواض اللي بره، بيبقى حلو جدا انه لو الاضاءه فوكست على المرايه اقدر اعمل عليه ميك اب، اصلح عليه حاجه، يبقى للضيوف مفيد. وهل عملي في استخدامه ولا لا؟ بصراحه تويلتس الفلاش تانك دلوقتي بقى لها سنين موجوده خلاص في مصر ومعممه في كل الفنادق يعني وكل الاماكن. ما خلي بالك برده بعض مش عارفين. بس الفلاش تانك ده اللي هو التويلت اللي مالوش صندوق الطرد اللي وراه، اللي هو الدفن، اللي هو الدفن. بالظبط كده، اللي هو بيبقى مدفون في الحيطه. ده بيبقى لازم يتعمل له جزء مباني ورا ال ورا احنا شايفين في الصوره كده. بالظبط كده، ورا التويلت نفسه علشان ادفن فيه صندوق الطرد بتاعي بدل التانك اللي كان بيبقى خارجي. ما هو لو كده انت هتضطري تكسري. لا هو بيبقى لا هو ما بيحصلش فيه كده خالص، ما بيحصلش فيه نسبه العيوب دي نهائي. وهو معالج لكده، وفي ماركات قويه جدا ليه الماني ونظيفه جدا وحلوه، بحيث ان هي ما يبقاش فيه ده خالص. بالعكس، ده امان جدا وشيك. الاحواض الزجاجيه عمليه ولا لا؟
كارثه بقى. ليه كده؟ كارثه. بصي يعني شكلها شيك وحلو قوي. ما هي شكلها شيك بس هي عايزه كل 3 ثواني حد ينظفها. اولا لو نقط الميه مكان ما حد استخدم اي حاجه بتبقع وبتجير. لو هتفرش سنانه فيها مكان المعجون بتاع المضمضه هتلاقيه بقى ملزق عليها بالظبط. فهو مشكلتها ان هي شكلا حلوه جدا بس عملية. هي مش عمليه خالص. طيب امتى اخد قرار اني احط بانيو شاور او لا؟ بانيو او شاور او جاكوزي بقى مثلا. بصي بانيو مهم لو انا عندي اطفال بيحبوا دايما او هم اللي بيبقوا مستمتعين اكتر بموضوع البانيو جدا. لو انا اصلا من الناس اللي هي عندها وقت للاسترخاء نحب نعمل شاور في وقت طويل بالظبط واملاه بشاور جيل لطيف وجو حلو بتاع هستخدمه طبعا لازم ولو يبقى عندي في كل شقه بانيو واحد. تمام. طيب لو انا مسحت على فكره خلي بالك برضو المصريين يعني المصريين بيغسلوا في البطاطين. بالظبط كده ده استخدام اخر. بس فلو بقى الشاور لو الستايل لايف بتاعنا عملي جدا وسريع جدا فمفيش حد بيستخدم البانيو لو احنا كلنا شباب او كلنا كبار. انا مفكره ان الكابينه الشاور دي شكل ما يعرفوش ان هي عشان ما تغرقش الحمام. لا طبعا دي مهمه جدا عشان ما تغرقش الحمام وعشان لو انا عامله على الحوض يونت ما تبصش برده هي لو خشب. لو انا عامله على الغساله يونت عامله اي يونت المفروض السكوريت بيحمي لي جدا بقيه الحمام. بنشوف معانا صور الحمامات اللي على النت بتكون غير الحمامات اللي على الطبيعه خالص. ليه؟ ده فيها حوضين بقى وكده. بصي هو مبدئيا الموضوع ان انا احط حوضين جوه تويلت ده لازم يكون في الحمامات الماستر. ما ينفعش خالص حمام اولاد او اطفال احط فيه حوضين. ليه بقى؟ لان هيتوسخ بسرعه بقى وهيتبهدل. هو كمان مش بس كده هو الفكره في حاجه ان انا ما ينفعش اطلع نشء من الاولاد يدخلوا الحمام مع بعض يعني. ما ينفعش. يمكن الناس الادلت الاب او الام يعني يقدروا يتعاملوا ان هم الصبح بيبقوا بيطلعوا مع بعض في شغل في وقت واحد بيعملوا يعني تسهيلا للوقت فاقدر استخدم الحوض ده واقدر استخدم الحوض ده مع بعض. لكن ما ينفعش ان انا الاطفال يبقوا متعودين على كده. كمان لازم يبقى في حاجه مرتبطه بيهم ان التويلت والشاور يبقوا مقفولين سيلد بسكوريت عليهم. شكلا يعني ما ينفعش يبقى في اثنين في نفس التويلت بالظبط يبقى مقفول. زي ما انتم شايفين الصوره كده هنلاقي الحوضين بيبقوا شكلهم حلو جدا بس هو لازم نراعي الكام نقطه دول. طيب ازاي انسق الشامبوهات والحاجات اللي بنستخدمها في الاستحمام سواء بقى لوشن سواء بودي شاور سواء بقى كل الحاجات اللي بنستخدمها وثلاث ارباعها بيكون بتاع الستات طبعا. بنحاول نلاقي اي كورنر او اي حيطه فيها مثلا بيخدمني بقى جدا لو هي فيها عمود فابدا اكمل على السوى بتاع العمود زي ما نشوف في الصوره كده ونبدا نعمل بقى رصاص. فالرصاص ده هو ده يعني الرصاص برده بنوضح الرصاص ده اللي هو بيبقى الجزء داخل غاطس لجوه ده اللي بنحط فيه الشامبوهات ونعمل فيه ارفف وكده. لو ما عنديش عمود لو عندي المساحة بتاعة الحمام تسمح ان انا اخد منها 20 سنتي بس واعمل الجزء ده مباني وابدأ اعمل فيه الجزء الغاطس اللي هو الرصاص ده هيظبط لي الدنيا. لكن ما جيش في حمام هو اصلا صغير والضلع اللي فيه صغير وبعدين اروح عاملة فيه كده كمان مش هيكون مناسب خالص. فساعتها ممكن اجيب الحاجات اللي هي الاكسسوري اللوس اللي بتتعلق دايركت على طول وانظم فيها الحاجة بتاعتي. طبعا هو وقت الحلقه عدى بسرعه جدا جدا. لسه عندنا جزء تاني هنتكلم فيه برضو عن المطابخ وجزء تاني عن البلكونات وحاجات كتير جدا محتاجين ان احنا ناخد تفاصيل ليها ان شاء الله هيكون معانا في حلقات قادمه. بشكرك جدا جدا باشمهندسة اروى. ما يخليك يا سيدي. وبشكر فندق كاتاراكت الهرم انه ادانا الفيو الجميل طبعا مع عذرا من الصوت اللي طالع ما قدرناش نتحكم فيه قوي. بشكركم واشوفكم بعد الفاصل.